في مايو 2019 اتقلب الرأي العام الأمريكي فعليا بعد ما قررت 40 ولاية أمريكية تتقدم بدعوى قضائية هي الأضخم من نوعها، بتتهم فيها 20 شركة أدوية كبرى برفع الأسعار وتضخيم تكلفة الخاصة ب 100 دواء بما فيها أسعار أدوية علاج مرض السكري والسرطان. صحيفة الدعوة القضائية شملت تفاصيل تانية بتتهم فيها الشركات دي بتدبير مؤامرة ضخمة لتعظيم وزيادة أرباحها السنوية على حساب استغلال الظروف الصحية والعمل على تخليق أمراض جديدة أو تصنيع أدوية هي بالأساس فعاليتها قليلة أو مش على قدر المرض، وبالتالي تصنيع أنواع وأنواع أقوى تدريجيا وكل نوع بيكون ليه مبيعاته الخاصة. الواقعة دي جت قبل سنة من تقرير دولي مهم صادر عن شركة بروكلو كينيكال المتخصصة في البحوث والصناعات الطبية، واللي بيأكد ارتفاع قيمة صناعة الأدوية ووصولها لمستويات غير مسبوقة حوالي تريليون و43 مليار دولار في سنة 2020 مع توقعات بزيادات في 2021. التقرير كشف عن ان شركات الأدوية انفقت حوالي 150 مليار دولار سنويا على مشروعات البحث والتطوير. ايه بقى قصة صناعة الأدوية؟ وايه طبيعة السوق ده؟ وهل هو سوق متآمر فعلا بيصنع المرض وكمان الدواء؟ السؤال المهم، احنا فين كمصر ومنطقة الشرق الأوسط من الصناعة دي؟ والسؤال الأهم، ايه حكاية مدن صناعة الأدوية اللي بتعملها مصر مؤخرا؟ كل ده واكتر هنتكلم فيه مع بعض النهاردة، بس في الاول اعمل لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك، او لايك وسبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وعشان يوصلك كل جديد. انا محمد ابو عاصي ودي 50 اتصال. في البداية حابب أكد لك يا مدير أن سوق الأدوية أو سوق الطب، حضرتك سوق الطب واحد من أهم الأسواق المهمة والرئيسية في العالم. وبحسب تقرير شركة بروكلينيكال متخصصة في البحوث والصناعات الدوائية، فإن صافي أرباح الشركات بتتجاوز 700 مليار دولار ده في 2020، وتجاوزت أصولها حوالي 10 تريليونات دولار في 2020. وبحسب تقرير أعدته شركة جي وورد للإدارة المتخصصة في تحليل الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إجمالي القيمة السوقية لقطاع الصيدلة في سنة 2020 وصل ل 6 تريليون و 65 مليار دولار، ده بمعدل نمو حوالي 24.3%. كمان التقرير وضح إن قطاع الصيدلة في 2020 عمل حجم مبيعات وصلت ل 1.26 تريليون دولار. لما تيجي تشوف الدول المتحكمة في السوق ده هتلاقي إن في منافسة رهيبة على الصدارة ما بين سويسرا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا وفرنسا، لكن بيجي في مراحل تالية الهند وسنغافورة وأسبانيا والصين واليابان والنرويج وروسيا وإسرائيل. التقرير اللي بدأ معنا من أول الحلقة ولسه مكمل بيكشف مبيعات الشركات فيما يخص 2020. البداية مع شركة جونسون أند جونسون اللي جت في المركز الأول كأكتر الشركات اللي قدرت إنها تحقق إيرادات في 2020 حوالي 56 مليار دولار بزيادة في إيراداتها 12%. شركة فايزر الأمريكية جت في المركز الثاني كأكبر شركة أدوية في العالم، ودي شركة أمريكية متعددة الجنسيات حققت إيرادات ضخمة تقدر بحوالي 51.7 مليار دولار، وكانت وما زالت شغالة على تطوير لقاحات كورونا. جت في المركز الثالث شركة روش السويسرية بإيرادات حوالي 50 مليار دولار، وده بزيادة في إيراداتها 2.7%، وده بفضل أكتر 3 منتجات مبيعا لديها، ودي أدوية خاصة بمرض السرطان، وكمان بتنتج أجهزة لعلاج أمراض متنوعة بما في ذلك الأورام والمناعة والأمراض المعدية والأعصاب. شركة الأدوية السويسرية نوفارتس جت في المركز الرابع من حيث الإيرادات بنسبة 5.8%، وصلت إيراداتها في 2020 ل 47.4 مليار دولار، وبتشتغل على علاج الأورام والمناعة والأمراض الجلدية والأعصاب والجهاز التنفسي. ميرك الأمريكية جت في المركز الخامس بإيرادات وصلت 46.4 مليار دولار بزيادة في الإيرادات حوالي 12%، وده بفضل أدويتها لعلاج أمراض السرطان والأورام وكمان السكر. بيجي بعد كده شركات جلاكسو سميث كلاين البريطانية وسانوفي الفرنسية اللي بالمناسبة عاملة إيرادات 40.4 مليار دولار، وأبل الأمريكية وتاكيدا اليابانية وشنغهاي الصينية، وهسيب لكم التقرير بإجمال إيرادات كل شركة وباعت إيه وبكام والدول إيه في وصف الفيديو. تقرير لبيزنس انسايدر بيرصد مستقبل صناعة الأدوية بيأكد زيادة إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية بمقدار 367 مليار دولار أمريكي في سنة 2021. وبحسب التقديرات الدولية بيتوقع تقرير بيزنس انسايدر إن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على الأدوية والعقاقير 1.5 تريليون دولار في 2021،
بزيادة توصل ل 33% عن مستويات 2016. تقرير للإيكونومست بيتوقع أن ترتفع الصناعات الدوائية بمعدل سنوي من 4-7% خلال 5 سنين الجاية، وبيشير التقرير أن حجم الإجمالي للأدوية المستهلكة عالميا هيزيد وبيزيد كل سنة بنسبة 3%. تقرير الإيكونومست يا مدير قال فقرة حبيت أقتبسها زي ما هي عشان تعرف أهمية السوق ده. الفقرة بتقول إن الصناعات الدوائية دي من فئة الصناعات الاستراتيجية اللي بتحظى باهتمام الحكومات، متابعة وتطوير، وبتسعى من وقت للتاني إنها تضع تشريعات خاصة لحمايتها والمساعدة على تحسين إنتاجيتها ورفع مستوى الأداء فيها بصورة مستمرة، لأن السوق كله أرباح. تقرير لبلومبرج المتخصصة في الشأن الاقتصادي قال إن سوق الأدوية والعقاقير في المرتبة التاسعة بين أكبر 20 سوق للسلع في العالم، وأكبر لاعب فيه هو الولايات المتحدة الأمريكية. تقرير بلومبرج كشف عن أن نصيب قارة أمريكا الشمالية حوالي 50% من مبيعات الأدوية العالمية، ونصيب أوروبا حوالي 21.5%، والباقي موزع على باقي قارات العالم. راشيل كوكو الأستاذة في كلية الصيدلة جامعة تل أبيب قالت في تقرير نشرته معارف الإسرائيلية أن إسرائيل نمر جديد على الطريق للمشاركة في معادلة الصناعات الدوائية في العالم، مؤكدة أن إسرائيل مشاركة في معظم الشركات العالمية الكبرى في صناعة الأدوية. قالت كمان أن منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة بتشهد زيادة في الاستهلاك الدوائي اللي هيرتفع من 145 مليار دولار السنة اللي فاتت ل 175 مليار بنهاية 2022. لما تيجي تشوف منطقة الشرق الأوسط هتلاقي بحسب تقرير أعدته شركة جي وورلد للإدارة المتخصصة في تحليل الاستثمارات البديل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هتلاقي أن مصر بتستحوذ على أكبر عدد من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في المنطقة العربية بإجمالي 158 مصنع، ويجي بعد مصر تونس اللي فيها 119 مصنع أدوية، والسعودية اللي فيها 53 مصنع أدوية. تقرير جي وورلد قال أن الحكومات العربية عندها اهتمام بحجز مكانها في تورت صناعة الدواء في العالم، ودلل على كده ارتفاع عدد مصانع الأدوية في المنطقة وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع ده. رصد التقرير مجموعة أرقام حوالين سوق الدواء، وقال إن حجم القيمة السوقية لصناعة الأدوية في مصر أول 3 شهور من 2019 وصل ل4 مليار دولار، وعشان تبقى في المركز الثاني بين قائمة الدول العربية اللي تصدرتها السعودية بقيمة 8.2 مليار دولار. وفي نهاية مارس 2019 وصل حجم استثمارات 2193 شركة في قطاع الصناعات الدوائية في مصر لحوالي 5 مليار و53 مليون دولار، كل ده قبل ما تفتح مصر في النص الأول من 2021 أكبر مدينة للصناعات الدوائية بمنطقة الشرق الأوسط، واللي وراها قصة وحدوتة كبيرة هنحكيها حالا. مصر صدرت أدوية ومستحضرات صيدلانية بقيمة 267 ألف دولار، وسجل الميزان التجاري للأدوية في مصر للأسف عجز بقيمة 2 مليون دولار خلال 2020، وده وفقا لأحدث التقارير اللي بتتكلم في الشأن ده. خد بالك المعلومات الجاية دي هتنور لك كتير. حسب التقرير جي وورلد فإن حجم إنفاق الفرد على الدواء والأجهزة الطبية في مصر في الربع الأول من 2019 حوالي 19 دولار، وعشان تكون أقل الدول العربية إنفاقا على أدوية. سوق الشرق الأوسط سوق واعد في صناعة الأدوية لأسباب أهمها أن الشرق الأوسط منطقة كثافة سكانية عالية وبيرتفع الطلب على المنتجات الدوائية والصيدلية كونها سلعة استراتيجية. كمان الدول اللي تتصدر العالم في صناعة الأدوية بتتوجه من وقت للتاني بزيادة صادراتها من المنتجات الدوائية لمنطقة الشرق الأوسط، وده بيخلينا السوق واعد فعلا. الدنيا مش وردة قوي كده يا صديقي زي ما بنحكي، لأن عندك مشكلتين في المنافسة في سوق الدواء. أول واحدة هي انخفاض حجم الإنفاق على البحث والتطوير، ودي أبرز نقاط الضعف اللي بتحيط بالصناعات الدوائية، بالإضافة للاعتماد على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج، وده بيرفع كلفة الإنتاج. لكن بيبقى أهم معوق هو سيطرة عدد من الشركات الكبرى عالميا على السوق الدوائي في الدول العربية، وارتفاع تكاليف الصناعات الدوائية، وارتفاع تكاليف تطبيق المعايير العالمية لإنتاج الأدوية. نرجع لسوق الأدوية بتاعنا في مصر، وعشان ننقل تقرير صادر عن شركة IMS العالمية للمعلومات والاستشارات في مجال الصيدلة والرعاية الطبية. التقرير بيأكد يا مدير ان حوالي 20 شركة أدوية استحوذت على اكتر من 95.6% من مبيعات النصف الاول من العام الحالي، وبتضم قائمة ال 20 شركة الاكتر مبيعا 11 شركة اجنبية و9 شركات محلية بمبيعات 22.1 مليار جنيه في أول 6 شهور من 2020. أما إجمالي المبيعات فكان 83 مليار جنيه بنهاية 2020. التقرير بيأكد أن 10 شركات أدوية فقط هي نوفارتس وجالاكسو وسانوفي وفاركو وإبكو وأمون
وفايزر وإيفا وماركرير والحكمة بتسيطر على 41.7% من السوق بحجم مبيعات 15 مليار جنيه، في حين حققت الشركات العشرة الباقية بالقائمة وهي جلوبال نابيو ام اس دي وابوت ومالتي ايبكس وميرك واسترازينيكا وسيرفي والمهن الطبية وباين وستكو مبيعات 6.6 مليار جنيه تعادل 17.9% من السوق. في ابريل اللي فات 2021 مصر قررت تتواجد بقوة في قطاع الدواء، والدولة بدأت تستثمر في قطاع الأدوية، واللي متابع هيلاقي ان الدولة بتلعب حلوة اول فترة الاخيرة في قطاع الاستثمارات، بتروح القطاعات اللي أرباحها كتير وبالعملة الصعبة، وعشان كده أنشأت مدينة الدواء جيبتو فارما اللي هي أكبر مدينة متكاملة للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا واللي مقرها في مصر. مدينة الدواء دي في منطقة الخنكة بمحافظة القلوبية على مساحة 180 ألف متر مربع. المميز في المدينة دي إن فيها مدينة بحثية، الطاقة الإنتاجية للمدينة 100 مليون عبوة سنوياً خلال المرحلة الأولى بس، وهتنتج 150 نوع من الأدوية في مصانعها المحلية، وهتصدر من 15-20% من الإنتاج. والجميل إنها اشتغلت وبدأت تتداول منتجاتها تحت شعار شركة جيبتو فارما صنعة في مصر في سوق الدواء المصري في سبتمبر 2021 فعليا. افتتاح المرحلة الأولى من المدينة كان في إبريل 2021 بإجمالي مساحة تبلغ 120 ألف متر مربع وبتضم 15 خط إنتاج. المرحلة الأولى يا مدير بتتضمن إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا والأمراض المزمنة زي الضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب، وهيتم تخصيص المرحلة الثانية من المدينة واللي هتبقى على مساحة 60 ألف متر مربع، وعشان يتم فيها تصنيع الأدوية المتخصصة في الأورام والهرمونات ومشتقات البلازما، ودي أدوية غالية جدا، وبتتفاوض مصر مع ماركات عالمية بتاخد حقوق تصنيع المنتجات دي هنا في مصر. تقرير صدر عن فيتش سوليوشنز بيأكد ان نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر للدواء وصلت ل 88%، وبتمتلك اكتر من 700 خط انتاج و 70 الف صيدلية، وده على مستوى الجمهورية. عندنا حوالي 152 مصنع للأدوية و 40 مصنع تاني تحت الانشاء. تقرير فيتش كشف ان في زيادة في صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات الصيدلة بنسبة 2.2% عشان تبقى 276 مليون دولار في سنة 2020 مقارنة ب 270 مليون دولار في سنة 2019. ممكن تقول ان الرقم قليل، بس حضرتك التحرك في سوق الدواء مش سهل، ده حرب بمعنى الكلمة. مكملين مع تقرير فيتش اللي رصد ان في زيادة في مبيعات سوق الدواء في مصر بنسبة 6.6% وعشان توصل ل 125 مليار جنيه في سنة 2020. خبرات مصر في قطاع الأدوية لا يستهان بها عالميا، خد بالك، خاصة وإن عندك علماء مشغلين بلاد أجنبية. فمصر أول دولة في الشرق الأوسط نجحت إنها تتوصل لصناعة لقاح مضاد الفيروس كورونا بسواعد مصرية 100%، وهو لقاح كوفيفاكس المصري، ده غير إنها صنعت الأجنبي عندها هنا. ملخص الكلام، مصر بتنظر لسوق الأدوية ده على إنه مصدر العملة الصعبة وإنه مسألة أمن قومي، وبدأت تتدخل وعشان تستثمر فيه بدليل المدينة العملاقة اللي عملتها، ولسه في مدينتين تانيين هيتم الإعلان عنهم الفترة الجاية، ودي معلومة خاصة بينا. وكل الأرقام اللي ذكرناها دي وعشان نبين لك أهمية سوق الأدوية في العالم كله، وإن قناة سويس جديدة لو ركزنا معاها. بقى سؤال واحد حضرتك محتاج إجابة، وهو هل في مؤامرة من شركات الأدوية على البشر؟ يعني الشركات بتصنع المرض والدواء المضاد ليه وعشان تبيع؟ إجابة السؤال ده صعب، خاصة وإن السوق ده ربحيته عالية ومكسبه مضمون، وأغلب التقارير الأجنبية والمقالات والتحليلات وكمان الأفلام بتأكد إن في مؤامرة، وإن من يملك الداء يملك الدواء، وبيدلله على كده بأزمة التعتيم على فيروس كورونا في بدايته من قبل منظمة الصحة العالمية. عموما احنا مش في عالم مثالي، ده البشرية يا مدير بقى فيها العبر. هستنى اشوف تعليقاتكم على موضوع المؤامرة ده، وما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. كمان ياريت تتابع صفحاتنا على الفيسبوك وانستجرام، عليها محتوى جديد ومختلف. اوعى تنسى تشوف المصادر اللي هتلاقيها كمان في وصف الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.